صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين واقعة الحال وواقعة العين، وما هو الضابط في ذلك؟ واقعة العين معروفة، هي التي لا عموم لها. واقعة العين هي التي لا عموم لها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعيه، يعني أبا حذيفة، يعني مولى أبي حذيفة، أرضعيه تحرمي عليه. كل هذه قضية عين لا عموم لها، فيرضع الكبير لا يحرم، ولكن هذه خاصة بسهلة بنت سهيل فقط. نعم.